شلون حمود التقي بالكابتن احمد علي. احمد علي شلون حبيبي؟ شلون صحتك؟ شو اخبارك؟ مرتاح ان شاء الله؟ الله يسعدك. شلون لعبتكم انتم الفنانين؟ والله لعبه ماراثونيه صراحه. زين قد قولت انت حارس مرمى بس نزلت لاعب؟ نعم. ما قولت ولا قولت. لا شلون شفتك انا قولت جول؟ لا ما قولت. زين احمد شو تقول لقناه شباب تي في وهي حاضره بهاي مباراتكم؟ والله يكون لنا الموفقيه والنجاح وان شاء الله يعني اصدارات جديده اول باول وان شاء الله نتمنى لنا الموفقيه ان شاء الله. شكرا كابتن. شكرا. ما تقد منا فد هديه؟ هديه جاهزه ماليش. مثلا فد جول هيك على الفنانين. اي صار. يا ضدهم. اي صار. شكرا حمودي. حبيبي. شكرا. وضربه زاويه للاعب غزوان الفهد ويحاول ان شاء الله يقول ان شاء الله يرفعها. هلا بغزو. الله. اعتذرت اليوم. شوته جامده. شو اخبارك يا احلى لاعب فريق الفنانين؟ الله يسلمك يا رب استاذ رزاق. مساء الخير عليكم ومساء الخير على كل الحضور. طبعا هذا التجمع شفتوه يمثل انه العراق بخير وبامان. تجمعنا احنا كفنانين كلاعبين منتخب واحنا اليوم نادي الزوراء واجتمعنا باللاعبين وتونسنا ولعبنا وفرحنا وفرحانين بلمتنا. الله الله شاهد يعني مو غش. زين غزوان شو تقول لقائمه شباب تي في اللي جت حضرت صورتكم هاي المباراه شافت حضوركم الحلو؟ والله احنا نشكرها ونشكر حضورها ونشكر دعمها لنا ويا رب الموفقين ان شاء الله والازدهار والتقدم لها يوم بعد يوم. زين شكرا غزوان. اطلب منك طلب. قول. اريد هيك هوسه مالهن. ابدعت الحجيه هوسه شلون انتم والله فزتوا هسه فزنا؟ اي ولك يا تاج العرب يا اول الفرسان. اها اها. ويا خيالها لو طبوا الميدان. هي هي هي. عراقي خوف اسمك من يذكر لسان. عراقي خوف اسمك من يذكر لسان. وبالساحة بس اسمه يخوف. بالساحة بس اسمه يخوف. بالساحة حبيبي دور قلبك شرفك. وبالساحة بس هو يخوف. يلا حسن طيب. سولف؟ ابوي. شو سولف؟ شو تقول شباب تي في حاضر بهذا التجمع؟ نشكر هاي القناة الرائعة اللي اتاحت لنا هاي الفرصة ولتواجدها ويانا يعني على الاستمرار ان شاء الله. واشكر الاستاذ ناجي الشمري. نعم. واشكر اخوي وحبيبي مار احمد نزيدك ثخين. اشكر حارثي ناجي. ثقيل عليك. والمايك لاخوي. طبعا احيي كل خطايا كريستيانو نوري يعني فهد نوري. حبيبي. فهد هو فهد كان وياي بس قول عليه لي شلون ليش قول عليه؟ مو شفتك انوخذت بعد صدق؟ والله العظيم مار انوخذت يعني قلت هاي سامر سامر يقول شفتك انوخذت بعد اخوي. طبعا نشكركم مره ثانيه نشكر شباب تي في اللي حضروا لنا الملعب. طبعا ما قدرت العب لان الجمهور الغفير ما شاء الله باعش سمعنا فد هوسه باها سمعنا فد هوسه اخضر اخضر بالملعب يا حلا 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 اخضر بالملعب يا حلا. شكرا جزيلا. شكرا مزار. شكرا حبيبي. شكرا معك. شباب مبروك الفوز واحلى لعب عبالك برشلونه وريال مدريد قاعد يلعبون ما شاء الله لا اله الا الله. شو تقول شباب تي في اللي حاضره بمباراتكم الحلوه؟ والله احنا تفاجئنا بوجود هذه القناه الجميله اللي نقلت نقل مباشر هذه المباراه القويه التي كانت بين منتخبي الفنانين طاطا طاطا. زين قد الاهداف خلصت؟ 70 كل. والله ما الصراحه من الهوايه ما حسبناها. كم هدف من هنا؟ قناه شباب تي في شكرا لوجودكم هنا. تحياتي لكم وتحياتي لهذه القناه الجميله. اتمنى ان تتوفق وتتقدم اكثر واكثر لدعم الحركه الفنيه بالعراق ودعم الفنانين. شكرا استاذ صباح. شكرا لك حبيبي. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. وراح نلتقي بالكابتن اللي قول خمسة على فريق الفنانين. مبروك على الخمسة النظيفة. وين قول خمسة؟ وين قول خمسة؟ ليش؟ وين قول خمسة؟ وين قول واحد؟ وين قول واحد؟ وين قول واحد جزاء؟ شنو تغارون من عندنا؟ وين واحد وشاقي؟ وين واحد؟ ونلتقي بسامر سعيد. طبعا نقول لك ان المباراة ما تضحك لا تقدر تركض لا تقدر تتحرك. طبعا المباراة يعني كانت حلوة يعني رغم الجو الحار شوية بالقاعة. لكن الحمد لله شوي يعني ضحكنا وترفهنا مع اخواننا الفنانين المطربين وان شاء الله ان شاء الله العيد هذا ان شاء الله بتكرار ثاني. شو وقت صعدوا النهائي؟ وقبل النهائي صعدنا. زين شو تقول الشباب تي في انت؟
طبعا حقيقة نحب يعني نشكر على القناة الرائعة الجميلة، إن شاء الله نتمنى لها بداية يعني انطلاقة جيدة مع القنوات الباقية، ونشكرها على تواجدها في هذه المباراة ونقل هذه المباراة تقريبا لقطات جميلة أتوقع راح تصير. نشكر قناة الشمري رائع القناة إن شاء الله. شكرا لسامر سعيد، طبعا هو هم فنان يصحوا لميسي العراق. الله يسلمك. شكرا 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 ميسي. شكرا. شكرا على برشلونة. شلونك حبيبي؟ زين. شو اخبارك؟ الحمد لله. شو تقول للقناه شباب تي في؟ والله احنا نهني قناه شباب تي في على ال زاحيه اللي ان شاء الله نتمنى التالق. شلونك انت؟ الحمد لله زين. اليوم راح تقول باللعبه؟ ان شاء الله اليوم ما عندنا لعبه. صدق؟ عندك تمرين؟ تمرين ان شاء الله. تقول بالتمرين ان شاء الله. شكرا حبيبي. زين.